في مدونة صحافة لسنة 2016 مع هيكلة الصحف ومع تقنين الولوج إلى المهنة أراد من أراد وكره من كره. القانون أصلا هناك مؤسسة دستورية التي تنتج قوانين الفيدرالية المغربية للنشر الصحفي منظمة المجتمع المدني وتمثل أعضاءها هم الصحف المهيكلة، وبالتالي نحن مع الإصلاح ومع تقنين الولوج إلى المهنة ومع هيكلتها ومع الصحيفة الإلكترونية التي تتوفر على الصحفيين وعندهم أجورهم المحترمة وعندهم ضمانهم الاجتماعي ويقومون بمهنتهم بدون ابتزاز وبالتخليق، هؤلاء نحن معهم. وحتى لو اجتمع 1000 موقع أو 2000 موقع من المواقع غير المهيكلة فإننا سنكون ضد التمييع وضد تفريخ الصحف التي ليست في نهاية المطاف صحف. وبالتالي اليوم هناك قانون، هناك تعديل لهذا المشروع، تعديل لهذا القانون في البرلمان للولوج إلى مدير النشر مثلا، بدل أن تكون عنده مثلا دبلومة تكون عنده 10 سنوات. وهذا القانون أصلا حقق مكاسب، وهناك 350 موقع إلكتروني استطاعوا الحصول على الملائمة، وبالتالي هم في وضعية قانونية جيدة. إذا كان يقال أنه في المغرب هناك 4500 موقع إلكتروني وفي البلاد كلها فيها 2400 صحيفة، 2400 بطاقة صحافة، بمعنى أنه 2400 موقع عنده بطاقة للواحد و2000 موقع إلكتروني ليس له ولا بطاقة ولا شيء. يعني يطالبوننا أن يدخلوا إلى المهنة وأن يكونوا مدراء صحف بلا شروط، لا تكوين ولا استثمار ولا مقاولة، وإلا فإنهم سيمنعوننا من الكلام ويمنعوننا من الوجود، وهم يشتغلون في مهنة حرية تمتح شرعيتها من حرية التعبير. نحن سنواصل كمنظمة مهنية أكثر تمثيلية، والدليل على ذلك أنه عندما كانت انتخابات المجلس الوطني للصحافة حازت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في فئة الناشرين على 100% من المقاعد، وهذا هو اختبار التمثيلية في اقتراع وطني عام بالاقتراع الفردي. وبالتالي نحن ممثلين شرعيين للصحافة الورقية والإلكترونية المهيكلة، وسنواصل النضال في إطار إصلاح والوقوف ضد التسيب وضد التمييع وضد الابتزاز. سيد الوزير العام، رئيس مجلس وطني الصحافة، رئيس ملتقى وطني حول الصحافة الإلكترونية، موضوع الصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية، ونعتقد بأن هذه الصحافة الإلكترونية لها أهميتها، لها رهيبيتها خصوصا، وأننا نطمح إلى تعديل بعض المقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر. الهدف من هذا التوجه هو إعطاء مكانة لازمة لهذه الصحافة الإلكترونية، إطار قانوني للصحافة الإلكترونية، دعم المقاولة وتأهيل مقاولة الصحافة الإلكترونية، وكذلك تكوين العنصر البشري الذي يشتغل داخل الصحافة الإلكترونية. ننتظر من هذا الملتقى أن يصدر عنه مجموعة من التوصيات، توصيات تذهب بالدرجة الأولى إلى تأهيل المقاولات الصحفية، خصوصا وأن هذه المقاولات الصحافة الإلكترونية أصبحت تؤثر في الرأي العام في ظل تطورات المجتمع، وكذلك في ظل العديد من التحديات التي نراها اليوم سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد العالمي. ولكن كذلك لا بد ان تصدر كذلك ميثاق مرتبط باخلاقيه المهنه ووضع اطار قانوني. سيد رئيس النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، سيد رئيس فيدراليه المناشرين، سيد ممثل فيدرالية الإعلام، سيدات أستاذة الحاضرين، نحن في المجلس الوطني للصحافة حقيقة نتعامل مع هذا الملتقى بطريقة إيجابية جدا. علاش؟ لأننا كنعتبر بأنه كل هذه الملتقيات سبقتها ملتقيات، والآن هناك ملتقى وربما تكون ملتقيات أخرى، هي اللي غادي توفر لنا إمكانية ديال الحوار، اللي غادي نأمل منها أنه تخرج منها أفكار ومقترحات. علاش؟ لأن هذا القطاع يحتاج إلى المواكبة، ويحتاج إلى الحوار الدائم، ويحتاج إلى البحث عن حلول، لأنه من جهة هو قطاع فتي أكيد عنده صعوبات، وأكيد أيضا على أن هناك تحديات كبيرة مطروحة بالنسبة للتكنولوجيا، هذه أشياء كنعرفوها عبر العالم، وأكيد على أنه هذا القطاع هذا
يحتاج إلى دعم. إذن هناك خطين متوازيين. الخط الأول هو أنه لابد من أن القطاع يكون منظم احترم الأخلاقيات والمؤطر بشكل جيد من حيث الأفكار ومن حيث المبادئ والقيم العمل دياله والموارد البشرية، ولكن يقوم بهذا الدور لابد من دعمه ومن مواكبة تطويره. ما يمكنش نتركوه لوحده ونقوله بأنه سيحقق المبتغى، سيقدم صحافة ذات جودة بوحده. لابد أن تكون هناك مرافقة عمومية، مرافقة من طرف كل المهنيين الآخرين، من طرف كل الفئات المتدخلة. إذن احنا في المجلس سنسعى إلى تنظيم هذا الحوار، إلى تنظيم هذا التعاون المشترك، إلى أن نظل منفتحين على كل اللي يمكن له يقدم ما هو إيجابي من أجل أننا نحقق اللي كينتظروا من المجتمع. نحن عندنا مسؤولية أمام المجتمع، المجتمع أعطانا هذا الدور، هذا سواء في الدستور أو في القانون لابد أن نرد إليه الجميع. شكرا لك أستاذ. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.